السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم الطريقه ديال التلصاق ديال المرمى. غادي نبدا معكم ان شاء الله من الاول، نحاول نعطيكم جميع التفاصيل. نبداو ان شاء الله على بركه الله. المهم البنات، كنشدو المرمى ديالنا، المرمى كنشدوها كنعبروا ليها العرض ديالها شحال فيها. هادي فيها 6 سنتيم، اذا البنات 6 سنتيم غنقسموها على جوج، غادي تعطينا 3. غادي نزيدوها واحد، داك السنتيم اللي كيتسنى لتحت هي 4، اذا غادي نعبروا 4. نجيو من هنا، بهذه الطريقة هذه نعبروا 4 سنتيم. الطريقة هادي يا البنات، انا عبرت دابا 4 سنتيم، عبرت 4 سنتيم، غادي نثنيها. غادي نثنيها بهذه الطريقة ونبلها بالخيط ونرجع لكم. انا رجعت لكم دابا من بعد ما لوغليت هاد سميتو ديك 4 سنتيم اللي كنت طويت، وجيت حتى لهنا عبرت 7 سنتيم من هنا حتى لهنا، وقلبت قلبت هاد الطرف هذا، قلبته لبرا باش نبدا دابا ان شاء الله كنركب. الخيط برمتو على جوج شعرات، ها هو صافي البنات. وغنبداو ان شاء الله دابا على بركه الله. عبرت من هنا لهنا جوج سنتيم، ها هي غادي نشدها. غنشدو هنا، غنصبرو مع فات البداية حتى نيسرو في الخدمة. ضربة في الثوب، ضربة في المرمى،
حطها في البلاش بهالطريقة هذه. صافي البنات، انا دابا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه ان شاء الله حتى نوصل للفي. بالنسبه لهاد الخيوط هادو غنفينيهم، حيت عندي فيديو اخر درت لكم الطريقه كيفاش تفينيو الفي بلا ما نديرها معكم، غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. المهم غادي نكمل هاد الجهه ونرجع نوريكم الطريقه كيفاش لصقت الجهه الاخرى ان شاء الله باذن الله. نخليكم دابا ان شاء الله ترجع لكم. هنا رجعت لكم البنات. المهم انا كملت التلصاق ديال المرمه ديالي، ها هي لصقتها من هذه الجهه عاود لصقتها من هذه الجهه. دابا ان شاء الله غندير معكم الطريقه ديال اللفي كيفاش غادي نلصقها. صافي كنقلب التوب ديالي بهذه الطريقه هذه. حنا كنا عبرنا في المرمه 6، درنا 6 قسمناها على 2 عطاتنا 3 زائد سنتيم اللي كيتتناهنا، يعني دابا خصني ندير هكذا وندير حساب السنتيم بهذه الطريقه هذه. البنات غادي نعلم هنا ها فيه هنا، شوفوا البنات بهذه الطريقه هذه انا علمت وبقى السنتيم. هي هذه المقطع، هي هذه
نعاود نمشي للجهه الاخرى. نقاد الثوب ديالي بهذه الطريقه هذه. ونعلم صافي البنات. دابا غادي نقلب وغادي نقطع الطريقة هذه البنات. صافي البنات غادي نشد بهاد الطريقه هادي. غنضرب ضربه في هاد السنينات هادو، راه كندرت معاكم الطريقه ديالهم بهاد الطريقه هادي. Thank you.
هالطريقة هذه البنات. الطريقه ديال هاد السنينات هادو البنات غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، هي الطريقه باش فينيت دوك الخيوطه اللي كيبقاو ليا من المرمى. راه سبق لي درتهم معاكم. صافي البنات هادي هي الفيدابة ديالي، أنا كملت واحد الجهة، دابا غادي ندير معاكم الطريقة باش نفينيو هاد الخيوط هادو. هادو البنات نوريكم الطريقة باش غادي نفينيهم، والزيرة الطريقة الأخرى يعني غادي ديروها بالطريقة باش درت الجهة الأولى. هادي البنات كتفينا بهاد الطريقة، هادي كنربطو الخيوط الجهة هنا دابا باش كي يتدفنو تحت هاد سميتو هذا بهاد الطريقة هادي. غادي نشدوهم
غنبقاو نضربو بين العقيقات بهذه الطريقه هذه. نعاودو نضربو هنا بهاد الطريقة هادي، نعاودو نضربو هنا صافي. غنبدلو هداك الخيط وغنعاودو نهزو خيط خر يكون طويل، غنطلقو هدا ونهزو هدا. غير بشويه البنات عليكم حتى تقادوهم شويه تيبغيو الخاطر. نطلق تاني عاود هدا نطلقو ونهزو حتى اخر يكون طويل. صافي البنات غادي نعقد هاد العقده الاخرى ها هي هنا بهاد الطريقه هادي، غندير ثلاثه المرات بهاد الطريقه ثلاثه المرات. انا راه درت بهاد الطريقه هادي. صافي البنات هادي هي الطريقه ديال التلصاق المرمى بكل التفاصيل ديالها. هاد اللي سميتو غادي نبنيو هنا ها فين غنديرو لوغلي. صافي هادشي اللي كاين البنات، خليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساونيش ديروا لي جيم واشتراك باش تشجعوني. يلا البنات سلام عليكم.